ونتحول مع حضراتكم لمتابعة لأهم وأبرز الأخبار الاقتصادية مع رجائي رمزي. إليك رجائي. شكرا دينا. شكرا محمد. مشاهدينا، أخبار المال والأعمال نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الاقتصادية. يواصل معرض أهلا رمضان في مدينة عزبة البرج بدمياط تقديم وبيع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية. يتضمن المعرض جميع أنواع السلع الغذائية إلى جانب القسم الخاص بالمجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة. يتضمن أشغالا يدوية ومفروشات ومجمدات من إنتاج سيدات المدينة. عارضين منتجاتنا بقالنا اكتر من اسبوع من قبل الافتتاح بيومين، واحنا بدانا نحط المنتجات بتاعتنا. اللي انا بدات ادربهم في المدينه الامنه، دربتهم على اكتر من ورشه عمل ازاي يعملوا كل المنتجات الرمضانيه باقل الاسعار وباقل التكلفه. بدل ما احنا بنستورد المنتجات دي، احنا بنقدر نعملها بابسط الخامات، وبنعمل كل المنتجات من كوشنات ومفارش وحبال زينه والفوانيس بنجمعها، واحنا بنعمل كل حاجه بايدينا. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلط الضوء على تقرير وكالة فيتش الذي توقع أن تقود مصر النمو في قطاع البتروكيماويات في إفريقيا على المدى المتوسط مع تطوير مجمعات جديدة تستخدم موارد الغاز الطبيعية الكبيرة في البلاد. وأفاد التقرير أنه تم التخطيط لعدد من المشروعات في جميع أنحاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من الموقع الفريد للبلاد في طرق التجارة العالمية لتطوير الصناعات التي تحسن الاكتفاء الذاتي الوطني، وأيضا تطوير القاعدة الصناعية للبلاد وتوفير عائدات التصدير. أعلنت وزارة الزراعة أنه خلال الفترة من 24 من فبراير 2023 حتى 2 من مارس الجاري تم الإفراج عن 137 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 67 مليون دولار. وأضافت الوزارة أنه إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 من أكتوبر 2022 حتى 2 من مارس 2023 وصل إلى 2.88 مليون طن بإجمالي مبلغ وصل إلى 1.43 مليار دولار. يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية. عقد وزير البترول طارق الملا جلسة مباحثات ثنائية مع كلاينيف رئيس شركة شيفرون العالمية للاستكشاف والإنتاج، ذلك على هامش المشاركة بالملتقى العالمي للطاقة الذي يعقد بمدينة هيوستن الأمريكية. تناولت جلسة المباحثات استعراض مستجدات أنشطة الشركة في مصر وأيضا خططها البحثية لزيادة الإنتاج بمناطق امتيازها، وأيضا التعاون المشترك ما بين الجانبين لنقل الغاز من حقول الشرق المتوسط لإعادة تصديره إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية. وإلى أسواق البترول العالمية التي انخفضت أسعار النفط فيها بعد أن حددت الصين هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي هذا العام يبلغ نحو 5%. تراجعت عقود خام برنت الآجلة بنسبة بلغت 1.1% لتصل إلى 84 دولار و90 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة بلغت 0.99% لتصل إلى 78 دولار و89 سنتا للبرميل. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.88% لتصل إلى $2.85 سنتا للتر. انخفضت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 12.79% لتسجل $2.62 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ارتفع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 1% ليسجل أعلى مستوى له في 3 أشهر.
وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا السريعة التأثر بأسعار الفائدة الرابحين في اليابان، حيث قدم سهم طوكيو إلكترون الدعم الأكبر للمؤشر نايكي، ومثل وحدة 50 نقطة من مكاسب المؤشر البالغة 310 نقاط بصعود قدره 3.1%، فيما ارتفع المؤشر نايكي بنسبة بلغت 1.11%. كما زاد المؤشر توباكس الأوسع نطاقا بنسبة بلغت 0.84%، من بين 225 سهما على مؤشر نيكي زاد 161 سهما فيما هبط 59 سهما فيما استقرت 5 أسهم دون تغير يذكر. نهاية أخبار المال والأعمال لمشاهدينا في هذه الوقفة الاقتصادية، عودة مجددا إلى زملاء دينا ومحمد، فإليكم. شكرا لك رجائي.